ده معتز مجنون كور، قرر يروح روسيا عشان يشجع المنتخب في كاس العالم، وعشان ما يلبسش سأل وطقس كويس على افضل شركة سياحة، راح ترافكو هوليدي، وبسهولة وسرعة كل الاجراءات خلصت، ومعتز لقى نفسه في الطيارة رايح على روسيا ومع الباسبور وتذاكر الماتشات، واهم من كل ده الفان اي دي اللي هيخليه يدخل روسيا من غير ما يحتاج لفيزا. وعشان ترافكو بتهتم بكل التفاصيل، معتز خرج من المطار لقى اتوبيس ترافكو مستنيه عشان يوديه لفندق الاقامة اللي كان في قلب موسكو وقريب من كل المزارات واماكن الشوبينج والمطاعم والكافيهات. مش كده وبس، ده كمان ترافكو وفرت لمعتز تور ليدر بيتكلم عربي روسي هيكون معاه طول مده الرحله، ده غير اتوبيس ترافكو اللي هيكون معاه في كل انتقالاته للمزارات. وفي يوم الماتش الانتقالات هتكون بالقطر السريع او الطيران الداخلي عشان معتز يوصل الاستاد باسرع واريح طريقه ممكنه ويعيش تجربه كاس العالم زي ما كان بيحلم بيها مع ترافكو هوليديز في روسيا. تشجيع وسياحه ودماغك مرتاحه.